مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. الفيديو مات اليوم هو على الايربود، تحديدا إذا ظهر عندك فشل اتصال أو ما توصلت الايربود ويا الايفون. حبيت أشرح لكم بهذا الفيديو، لكن قبله طلب من كل واحد يدخل على هذا الفيديو ومشترك إنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك الفيديو. إحنا الآن في متصفح جوجل وهذا دعم أبل الناطق الرسمي إذا صار عندك بهذه المشكلة. أول شيء تحديث الايفون، اثنين اتأكد إنه الايربود مالتك قيد الشحن داخل الحافظة. شلون راح تتأكد؟ تروح على الإعدادات، أول شيء نتأكد نخلي اللون الأبيض، نتأكد إنه الآيفون محدث مالتنا الآخر تحديث مثل ما تشاهدون آخر تحديث، وأهم شيء المساحة يا غوالي، المساحة دائما هذه المساحة الكلية المستخدم 99، الفرق بيناتهم بين 20 و30 جيجا. وبعدها راح تروح على البلوتوث تتأكد انه البلوتوث مشغل عندك. الآن احنا طبقنا 3 خطوات، الخطوتين عفوا مال شركة أبل، والثالثة انه تأكدنا انه البلوتوث تشغيل. بعدها نروح نربط الايربود ويا الايفون اذا ما مربوطة. فاللي راح نعمله راح تفتح هذا الغلاف وتقربها من الايفون مالتك، راح يظهر الاتصال. فتعمل اتصال، تضغط على هذا الزر لمدة طويلة لمدة 15 ثانية مثل ما تشاهدون، صار الضوء الأبيض، جرى اتصال، افتح ايدك الآن، اغلق، صار توصيل. إذا ما صار عندك توصيل مثل ما تشاهدون الآن الايربود موصل. لو بعد هذه الخطوات واستمر انه فشل الاتصال، اللي راح تعمله شركة أبل تقول ترجع تغلق الايربود الغلاف وتنتظر لمدة 15 ثانية، بعدها راح ترجع تفتح الغلاف وترجع تكبس هنا لمدة 10 ثواني إن شاء الله يتصل. بعدها إذا أنه بعد ما كملت الخطوات الأولية وما صار اقتران، فاللي راح تعمله راح تدخل على هذا التطبيق، هذا التطبيق السحري اللي راح تتواصل ويا شركة أبل. راح تظهر عندك هنا الأجهزة، لو ظهر عندك الايربود عادي راح تدخل هنا وتدخل انه الاقتران والاتصال، فهذا شيء جدا مهم انه تخلوه. اما اذا ما ظهر عندك الايربود هنا متصل، فراح تدخل على اي خيار من الخيارات، مثلا تدخل على لاسلكي وتدخل على مشاكل الاتصال، وهنا تاخذ اي خيار مثلا الواي فاي وتتواصل مع الدعم، وراح تقول له اني ما لقيت الخيار، راح اريد اتواصل، الايربود مالتي مدى تشتغل فأريد تصلحوا لي إياها. فممكن راح يكون يحل لك إياها بدون ما توصلها يعني إلى شركة أبل، لأنه هم يقدرون يدخلون عليها ويصلحوها. أما إذا كان العطل داخلي فللأسف لازم تأخذها شركة أبل وتصلحها. ونصيحة، إذا كان السعر التصليح أغلى، فاللي راح تعمله تعطيها شركة أبل وتأخذ لك وحدة جديدة، أعتقد مثل الآيفون ممكن ترجعها لهم، لكن يحسبوها بسعر جدا قليل، لأنه التصليح أكيد ما راح ترجع نفس الأصلية. أما لو كانت جديدة سنة أو سنتين فبيها ضمانة، يعني يبدلوا لك إياها مجانا أو التصليح مجانا. نقطة اللي حاب أقولها أنه هذا الرابط راح يكون بصندوق الوصف حتى اللي يحب يقرأ الخطوات ويمشي عليها. تحياتي لكم، أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها برسالة، أنا حاضر، وشكرا للجميع، مع ألف سلامة.